طيب هذه طبعا القرقور اللي هي واحده من وسائل الصيد القديمه. نعم. بتم صناعتها من ايضا من سعف النخيل. وبنلاحظ مباشره بنلاحظ دائما انه شوف الفتحه بس تعالي الفتحه هون. في الفتحه بتكون كبيره ابو ابراهيم شايف هون ونوره. نعم. السمك بيدخل داخل وبنلاحظ انه الفتحه شو بصير فيها بتصغر. السمك اللي بتدخل جوا غالبا ما بتقدر تطلع برا. نعم. يعني الدخول سهل لكن الخروج صعب. خلص مصيده. تعتبر مصيده. بحطوا فيها تقالات زي ما انتم شايفين تقالات حجر. نعم. بحطوا فيها زي ما انتم شايفين تمر، التمر كغذاء عشان يجذب السمك. نعم. هلا حاليا بدل التمر بحطوا خبز. نعم. خبز قديم. وبعدين نور اتفرجوا هون، وبعدين هذه برضه هذا اللي شايفينه هذا الجزء الخشبي شكله غريب، هذا بيكون بسموه شكله من نخيل الحامل للتمر. نعم. هو الجزء اللي يكون مربوط مع هذا الجزء بيكون مربوط مع الشجرة والتمر بيكون مربوط فيه، فهذا هو الجزء الواصل بسموه الجزء الحامل، فهذا بيستخدموه كخشب طافي لأنه هذا بينزلوه في المي مع التقلات مع الحجر. نعم. وبعدين هذا شو بيصير فيه؟ بطفو. ليش بطفو؟ حتى صاحب القرقور يعرف وين حط القرقور حتى يرجع لها مره ثانيه، لانه هاي بتركها في المي لمده 3-4-5 برجع لها بعد مده بتكون مليانه. ايوه بتكون مليانه سمك. فهذه وسيله التعرف على القرقور في الماء. نحن طبعا هون في المتحف البحري في الشارقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.